هختم بابو صلاح، ابو صلاح اللي كان فيه كلام كتير. وانا هنا يمكن من اسبوعين لما قلت لحضراتكم انه قصه صلاح تقريبا شبه مستحيله، فكره انتقاله، طبعا شايفين الصوره المعبره جدا، نجوم الاتحاد، الاتحاد في زيه الجديد، نجوم الاتحاد كريم بنزيما، فابينيو، جولو كانتي، ثلاث اسماء كانت متالقه في ملاعب اوروبا، منهم طبعا فابينيو في ليفربول مع صلاح، بنزيما في الريال، جولو كانتي مع تشيلسي، في مواجهه داروين نونيز وفيرجيل فان دايك عمالقه الليفر، كل واحد بيحاول يستقطب صلاح لقصته. القصه تروح على فين او تنتهي على ايه؟ محدش عارف، والقرار الاول والاخير هيكون عند صلاح نفسه. لكن لما اكدت لكم الحقيقه فكره انه مستحيل صلاح ينتقل الموسم الحالي، وارد جدا فكره انتقاله في المواسم القادمه، في انباء في ال 24 ساعه الاخيره بتقول انه صلاح قريب جدا من توقيع الكشف الطبي عليه في نادي اتحاد جده. طبعا اعتقد انها تكون صدمه للجماهير، يعني انا شايف انه وجود صلاح في ليفربول من وجهه نظر الجمهور، خدوا بالكم في النهايه لا يهم وجهه نظري ولا يهم وجهه نظرك ولا يهم راي اي حد في القصه، صلاح هو صاحب الراي الاول والاخير وهو بالتاكيد ادرى بمصلحته. لكن الكلام لما كنت بتكلم على صلاح في ليفربول مش بس قصه انه بقى واحد من اهم الاسماء والاساطير في الانفيلد، مش بس انه قدر يحطم عدد كبير جدا من الارقام القياسيه ويحقق تقريبا كل الالقاب مع ليفربول على مستوى منافسه هو الاعلى، مفيش شك، على مستوى الكره الارضيه كلها، مش بتكلم بس على مستوى اوروبا، الدوري الانجليزي، البطولات الانجليزيه، بطوله الشامبيونز ليج، هي اقوى واعلى مستويات في كره القدم على سطح الكوكب. لكن كمان كان عندي حلم وكان عندي امل، كنت نفسي جدا بعقليه صلاح انه يكون بيحلم نفس الحلم ده. مش فكره بقى، صحيح ده جزء مهم من المعادله، فكره انه يكون مثل وانه يكون قدوه، وفكره انه الطموح وتحقيق الذات اهم بكتير من الماده، ده في حسابات اليوتوبيا، يعني في حسابات المدينه الفاضله، في حسابات الناس اللي بتكلم على الحلم وعلى المنطق وعلى تحقيق الذات. لكن على ارض الواقع اكيد الماده بتحكم، وانت شخصيا لو مكان صلاح وتعرض عليك عرض بمبلغ فلكي وخيالي زي ده هتفكر مليون مره قبل ما ترفض. لكن القصه والامل والحلم والطموح بالنسبه لي انه لاعب مصري في يوم من الايام ياخد البالون دور، دي بالنسبه لي كانت المعادله الاهم. وصلاح لو انتقل لاتحاد جده بشوف انه ابعد ما يكون عن تحقيق الحلم ده. ليه بقول حلم البالون دور؟ صحيح بتكلم عن لاعب مصري وصحيح بتكلم عن لاعب افريقي، وعارف انه الحسابات بتدخل فيها اعتبارات كتيره جدا، لكن في ظل ابتعاد ميسي عن الصوره، وفي ظل ابتعاد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، وفي ظل ابتعاد ايضا كيليان امبابي، اعتقد انه صلاح يملك فرصه وافضليه كبيره جدا في المنافسه على لقب البالون دور الموسم القادم، وده واحد من اهم الاسباب اللي خلتني اتمنى انه محمد صلاح يكمل في ليفربول. لكن رايي يهم بالتاكيد لا، القصه والحكايه والروايه في النهايه عند ابو صلاح نفسه.